مرحبا، كما راكم تشوفوا راني في مكان عريق جدا، يعتبر من اشهر الاماكن في دولة قطر. في الفيديو تاع اليوم مع بعض راح نتعرفوا على الاشخاص اللي تميز هذا المكان بالضبط. جاهزين؟ يلا. اول ما توصل للسوق راح تلاحظ ان المكان محافظ على هوية البلد المعمارية والتاريخية. صوت لعب الاطفال وضحكاتهم بفضل الاشخاص مثل حسن بائع البالونات وحتى الاشخاص اللي يسوقوا عربات الاطفال. بين جدران هذه البنايات المكسوة بالطين كأنك داخل لمتاهة من الأزقة الضيقة، مزيج بين رائحة البهارات ورائحة العود العربية، واللي تبعث في النفس شعور مفعم برومانسيات التاريخ القديم. رامز من الهند، واحد من مهندسي النظافة واللي غايتهم الحفاظ على نظافة أزقة السوق، وبالتالي يعتبر من الشخصيات المهمة اللي مشاركة في الحفاظ على تميز هذا المكان. لما توصل لمركز السوق تحديدا عند ركن اقدم فندق في السوق، هذه اصوات صانع الفرجه محمد من بلاد الشام بهذا اللباس التقليدي وابريق الشاي اللي يحمله على ظهره، والشخص اللي جالس وراه هو محمد الهندي بهذا اللباس التقليدي اللي يخليك تحس كانك في فيلم من افلام بوليوود، وهذا ما يعطي نكهه للمكان ويخليه فريد من نوعه. وانت ماشي في الشارع الرئيسي راح تلاحظ على يمينك وشمالك مقاهي ومطاعم وأيضا محلات لبيع التحف الفنية والتقليدية، وراح تلاحظ أن كل البائعين لابسين الثوب والغطرة والعقال كهذا الهندي محمد، وهذا الشيء ليعطي طابع خاص للمكان. إذا كنت من محبي الحيوانات الأليفة فهذا السوق راح تلقى اللي تبحث عليه. هذا عاطف من الهند من أحد محلات بيع الطيور. ريحة العود والعطور تشمها في كل أرجاء السوق، وهذه أيضا من أحد مميزات المكان. أحمد من الهند، السعادة تاعه وضع العطر لكل شخص يمر بالمحل. لما توصل محلات الألبسة التقليدية راح تلاحظ خياطين داخل المحلات. محمد خرسي خياط هندي متخصص في طرز الألبسة التقليدية القطرية. صوت الأجراس هذا دليل على وصولك عند هارون التركي، واللي يعتبر من أهم الشخصيات في سوق واقف. كانت هذه بعض عينات من الشخصيات المميزة اللي تعتبر من المكونات الأساسية لهذا المكان العريق. أكيد هناك بعض الشخصيات اللي راح نشوفوها في فيديوهات أخرى. وصلنا لنهاية الفيديو نهار اليوم، أتمنى تكون نالت إعجابكم الحلقة وتعرفتوا على هذا المكان اللي هو سوق واقف من خلال الناس اللي شفناها اليوم. نتمنى نشوفكم في فيديو آخر في مكان جديد. يلا سلام.